بجد شكرا. اولا سلامتك، ايه الاخبار؟ انا قريت بابا كان كاتب من كام يوم ان في حادثه ايوه حصلت، ايه اللي حصل؟ العين بقى العجلتين فرقعوا في نفس اللحظه، الحمد لله الحمد لله. وبعدين العربيه دشدشت يعني. اه خلاص بقى الله يرحمها. دي كويسه الحمد لله. اه بص العربيه صعبه قوي. كنت ماشيه فين؟ عادي جدا، لسه طالعه من البيت يعني، لسه ما لحقتش امشي حتى وبس يعني. انت بتعرفي تسوقي؟ بقى للاسف بعرف والله، ما دي الصدمه بس. لا هو اول مره في حياتي ان انا اسمع ان عجلتين فرقعوا في نفس اللحظه دي. ما كان العجلتين فرقعوا في نفس اللحظه؟ لا هو كانوا متفقين، هو 1 2 3 الاثنين. وانا ما اعرفش اعمل ايه في حاجات زي دي، فكنت بحود يمين بتروح شمال. فما قلت عين صح؟ اه طبعا. بتؤمني بالحسد؟ اه جدا. بتخافي جداً منه؟ قوي. وانا نجمي خفيف قوي، انا طول ما انا ماشيه بيحصل لي حاجات. اصل 3 اعمال في رمضان الحقيقه يفلو عيد الحجر. ما هو لا اصل في ناس بجد كانت بتكلمني مثلا، انت فين؟ ايه الاخبار؟ مش بنشوفك ليه؟ طبعا ما انت عامله 3 مسلسلات في رمضان، اللي هو يعني طب خبوها مش بوشي كده. فلا لا لا بجد هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني جت على كده. عملتي 3 اعمال حلوه في رمضان، اشتغلتي مع ياسمين صبري، اشتغلتي مع عمرو سعد، اشتغلتي مع محمد رمضان. بالظبط. كلميني بقى عن كل دور، وازاي قدرتي انك انت تفصلي بين الشخصيات الثلاثه، وكل شخصيه ليها اللون والطابع والشكل المختلف عن الشخصيات الثانيه. هو كان في الاول امل في محمد رمضان في زلزال. امل اللي عجبني فيها ان شخصيه مختلفه جدا، ان هي عندها كذا مرحله، ان هي بنشوفها في الاول في المدرسه فصغيره وانرجيتك جدا وفيها طاقه وكده، وبعد كده بتروح الجامعه ففي سنه هدوء شويه، وبعد كده بتتجوز، وبعد كده بتطلق، وبعد كده بتخلف، يعني بتخلف في النص، وبعدين بتوجع، وبعدين مش مبسوطه، في حتت رومانتك، في حتت زعل، في حتت انبساط قوي. فده اللي عجبني، ان هو بجد هو بعيشها من وهي صغيره وبكبر معاها. فعجبني ان هو كان في تشالنج كبير قوي، ان ما يبانش ان هو يبقى نفس الحاجه. فدي كانت امل، فحاسه ان انا كنت عايشه جوه امل قوي. كنت امل قوي.